منخفض جوي متعمق بشكل كبير على سطح البحر المتوسط، ويمكن نتيجة ارتفاع درجة حرارة سطح البحر المتوسط والاحترار العالمي وجود المنخفض الجوي ده بيعمل مع طبعا وجود كمان امتداد لمنخفض جوي الطبقات الجو العليا على السحب الرعدية. السحب الرعدية دي طبعا معها أمطار غزيرة بشكل كبير جدا وسرعات رياح تجاوزت 75 كيلو متر على الساعة في بعض الأماكن، وصلت 100 كيلو متر على الساعة. فبالتالي تحولت لعاصفة جوية أو عاصفة مدارية أو ممكن يسميها كمان أثار متوسطي ضرب السواحل اليونانية وجنوب أوروبا، وكمان بدأ يمكن اليوم وأمس بيضرب بعض المناطق من السواحل الليبية. منخفض جوي متعمق بالشكل الكبير ومتوقع خلال الساعات اللي جاية هو يبدأ يدخل على الأراضي المصرية، فبالتالي يبدأ شدته تقل لأن بدخول المنخفض الجوي على المناطق أو الأرض بتبدأ شدة المنخفض الجوي أو شدة العاصفة تقل لأنها بتكتسب دايما الطاقة بتاعتها من البحر المتوسط والحرارة اللي موجودة على البحر المتوسط، فيبدأ يأثر علينا العاصفة دانيال لكن هتأثر علينا بشدة أقل من اليونان وأقل من ليبيا بكثير جدا لأنه هيبدأ يتحرك يتحول لمنخفض جوي عادي جدا متعمق على البحر المتوسط ومع منخفض جوي في طبقات الجو العليا يخلي عندنا حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية. هتبدأ على المناطق الغربية غدا الاثنين إن شاء الله بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية على بعض الأماكن من محافظة مطروح في والسلوم بعض المناطق من مدينة مطروح والضبعة والعالمين. الأمطار كمان ممكن تمتد لبعض المناطق غدا الاثنين خلال فترة المساء لمحافظة الإسكندرية. أمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة. نأكد تاني من كميات الأمطار على أي منطقة هتكون أقل بشكل كبير جدا من اللي حصل في ليبيا اليوم. بالإضافة كمان إن غدا المتوقع يكون في نشاط للرياح سرعته ما بين 30-40 كيلو متر على الساعة. هيكون مثير للرمال والأتربة وتحديدا في سواحلنا الشمالية الغربية والصحراء الغربية، وهتؤدي لانخفاض وتدهور في الرؤية الأفقية. الأتربة والرمال المثارة تمتد كمان لبعض المناطق من القاهرة الكبرى مدن القنال وسهل البحري شمال الصعيد لكن طبعا بكميات اقل من الصحراء الغربيه مع استمرار ارتفاع درجات الحراره. حاله عدم الاستقرار في الاحوال الجويه تبدا تاثر على المناطق الشماليه يوم الثلاث والاربع. يعني محافظات شمال البلاد تتاثر بحاله عدم الاستقرار في الاحوال الجويه بشده اقل الثلاث والاربع، فهيكون في امطار متفاوته الشده ورعديه احيانا على شمال البلاد السواحل الشماليه الوسط البحري، قد تصل كمان الامطار بكميات اقل المناطق من القاهره الكبرى. شفناها السنه اللي فاتت متهيألي يا فندم في نفس التوقيت. يعني تقريبا بيبقى في نهايات 9 تقريبا بيبقى فيه فرص الامطار ممكن توصل لمناطق من القاهره الكبرى. بالاضافه كمان هنبدا نلاحظ تحسن في درجات الحراره بشكل كبير لان درجات الحراره تنخفض يوم الثلاثاء المقبل ان شاء الله. تمام يا دكتور منى. 3-4 درجات. كمان في استمرار لنشاط الرياح يحسن الاجواء بشكل كبير من يوم الثلاث. الامطار تركيزها اكثر على المناطق الساحليه وكمان طبعا سواحلنا الشماليه الغربيه، وكل ما تقدمت للمحافظات الداخليه كانت كميات الامطار اقل وتنتهي الحاله ان شاء الله مع يوم